تحية طيبة لكم مشاهدينا، نرحب بكم في العمق الأسبوعي، وخلاله سنتطرق لقضايا الأسبوع في الجزائر والتي قسمناها إلى محورين اليوم. المحور الأول اقتصادي اجتماعي محض، والذي تناول مخرجات مجلس الوزراء الأخير، ثم مشروع قانون المالية للعام المقبل وضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري كما جاء في مجلس الوزراء، ثم محاربة الغلاء الذي طال كثيرا من أسعار المواد الأكثر استهلاكا. وفي هذا الإطار علق خبراء في الاقتصاد أن حكومة أيمن عبد الرحمن فشلت في إيجاد حلول لمشاكل الجبهة الاجتماعية، اللهم بعض ما يرونه مسكنات لامتصاص غضب الشارع، مثل تلك النسبة الضعيفة التي أضيفت للأجور والمنح للمتقاعدين وذوي الحقوق والبطالين، متسائلين ما إذا سيكون قانون المالية للسنة المقبلة مفتاحا للملمة عوائق الاقتصاد الجزائري رغم العجز الملحوظ لتحقيق ما سماه عبد المجيد تبون الإقلاع الاقتصادي. في المحور الثاني مشاهدينا سنخصصه للجانب الحقوقي، حيث سنقف على ما وصف استمرار التجاوزات والخروقات المتراكمة لحقوق الإنسان ومصادرة الحريات وعلى رأسها حرية الرأي. ولعل ما جرى من تضييق واعتقالات وإدانات لناشطين حقوقيين وسياسيين نموذج صارخ على ما نتحدث عنه، وعلى رأس هؤلاء إبراهيم الإعلامي، الصحفي مصطفى بن جامع، و16 ناشطا سياسيا ينتمون لمجلس إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ. نبدأ بالمحور الاقتصادي. إلا اقتصاد، اقتصادية محضة، وتما نشوفه شكون اللي راه يمشي الطريق اللي اختاريناه. آخر اجتماع لمجلس الوزراء ركز على مشروع قانون المالية للعام المقبل، موالون للنظام يرون أنه سيحسن القدرة الشرائية للمستهلكين ويدعم المؤسسات، كما فيه إلغاء لضريبة على النشاط المهني مع تقليص الضريبة على القيمة المضافة قد يصل إلى غاية 19%، سيكون له تأثير مباشر على الأسعار. خبراء في الاقتصاد لديهم رأي آخر، إنما جاء في المشروع ما هو إلا إجراءات ترقيعية شديدة ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل، تأتي في وقت يشتكي فيه المواطن من استمرار غلاء الأسعار ونقص المواد الأكثر استهلاكا على الرغم من الرخاء الذي يعرفه اقتصاد البلاد وفق تصريحات المسؤولين. حصص سكنية لا تقل عن ربع مليون وحدة جديدة، إنها للاستجابة للطلب الذي عبر عنه مواطنون وفق الاجتماع الحكومي. سيستفيد منها بشكل خاص الشركة المحلية، ومن المتوقع أن تساهم في خلق فرص عمل لا يراه مراقبون كذلك. الميدان السكني كان دوما ضمن ما تريد الحكومة تسويقه على أنه إضافة جديدة في مخططاتها المالية، لكنه على أرض الواقع لا يعكس ما يجدول في المجالس الحكومية. رفع الأجور وخفض ضريبة وطبع النقود يراها مختصون إجراءات غير مجدية، وليس فيها ما يحرك عجلة الاقتصاد ولا ما يغير من طبيعة الاقتصاد الريعي للبلاد المعتمد على المحروقات وحسب. إنه من خطابات السلطة للتعبير عن أنشطتها وفعالياتها، لكنها وفق مراقبين لا تغير شيئا من مستقبل المواطن وواقعه في ظل اجترار الحلول القديمة لأزمات متقلبة. كلكم تعرفوا أن في الميدان الاجتماعي حققنا انتصارات التي نحسد عليها. شوف، ورحب بكم مشاهدينا كما أرحب بضيوفنا الكرام. بداية معنا جاب الله سايغي، الناشط في الجالية الجزائرية والمحلل السياسي معنا من موريال كندا، وكذلك كمال جمازي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومعه أبدأ النقاش. ورحب بك مجددا شيخ كمال. الحديث عن المحور الأول اللي هو المحور الاقتصادي، مجلس الوزراء ناقش قانون المالية للعام المقبل 2024 على أساس أنه سيكون مفتاحا للملمة جراح الاقتصاد بصفة عامة، خصوصا الانشغالات والهموم هموم الجبهة الاجتماعية. نعم، السلام عليكم ورحمة الله السلام. وبركاته، وحييك الأستاذ عثمان، تحية طيبة، تحية للضيف الكريم الأستاذ جبر الله سايغي. نعم. تحية لجميع مشاهدي قناة المغاربية
داخل الجزائر وللجالية خارج الجزائر، تحية لأهلنا في غزة، تحية لأهلنا في فلسطين، تحية لأهلنا الأبطال الأشاوس الذين يدافعون عن عرض الأمة وعن شرفها. نترحم على الشهداء، على جميع الشهداء الذين يدفعون أرواحهم يعني كل يوم في سبيل قضية الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى الرفق واللطف وأن يرفع هذا البلاء عن إخواننا في غزة، ونسأل الله تبارك وتعالى الشفاء العاجل للجرحى، وأن يرزق الصبر والسلوان للثكالى ولليتامى وللأيامى ولجميع المكلومين والمشردين والمتضررين. نسأل الله تبارك وتعالى لهم العافية جميعا. بالنسبة لسؤالك الكريم الأستاذ عثمان، نعم، في الفيديو الذي بثيتموه الآن، أيه، هناك كلمة لتكون يقول فيها أنه سنة 2022 ستكون كلها اقتصاد، يعني وسيكون الانطلاق الاقتصادي والإنعاش الاقتصادي سيبدأ في 2022 بالضبط. ثم في السنة الماضية أيمن بن عبد الرحمن رئيس الحكومة قال سنة 2023 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي، وستكون السنة التي ينطلق فيها الاقتصاد الجزائري ويتحرر، ورأينا الوضع كيف بقيت الأمور على حالها. كان النظام يراهن على البريكس، الدخول في البريكس، وأنه هذا الدخول في البريكس يجعل الجزائر في مصف الدول العظمى وفي مصف الكبار، ولكن رأينا كيف أن هذا لم يتحقق، وكانت المبرر أن الاقتصاد الجزائري ضعيف، يعني ما زال الاقتصاد الجزائري ضعيف، وفي الحقيقة هذا هو الواقع. رغم أنها دولة نفطية شيخ كمال، رغم أن الجزائر دولة نفطية. نعم نعم، الاعتماد على الريع النفطي يعني منذ السبعينات، يعني الجزائر ماذا تنتج، يعني وحتى المداخيل يعني تاع الميزانية دائما يعني في حدود يعني 95% من تصدير المحروقات، يعني رغم أنه هذا العام رغم يقولوا بأنه سوف يكون التصدير يعني تقريب 13 مليار دولار، ولكن لحد الآن هذه الأرقام يعني غير صحيحة وغير واقعية، وحتى أنه يعني صرنا يعني هذه التصريحات ليس دائما يقولون كلام ثم عليه ثم تظهر النتائج الحقيقية غير ذلك، وهذا كله نتيجة البيروقراطية والنظام المالي والنظام البنكي وما إلى ذلك. يعني وأنتم طبعا يعني دعوتم يعني كثير في الحصص من الخبراء الاقتصاديين، ونحن نضيف كلمة أخرى وهي أن أزمة الجزائر ليست أزمة اقتصادية، لأنه عادة يعني تستفيد من وضع الحروب، مثلا لما جاءت الحرب تاع أوكرانيا وارتفعت أسعار المحروقات، أسعار البترول وأسعار الغاز، انتعش شيئا ما، يعني انتعشت شيئا ما الخزينة، ولكن هذا ليس حلا، يعني لأنه الجزائر ربما الكثير لا يقرؤون عفوا قانون المالية، يعرفون لما يذهب إلى السوق يشوف الأسعار، يشوف المعيشة، ويشوف الغلاء الذي يرتفع يعني كل يوم. هذا هو الواقع الاقتصادي بالنسبة للمواطن العادي. طيب شيخ كمال، الآن نستمع لمداخلة أحد البرلمانيين عن التجمع الوطني الديمقراطي لرندي اختصار، ماذا قال وهو يتحدث موجها كلامه للوزير الأول أيمن عبد الرحمن. سيدي الوزير المحترم، يظهر لي نتلاقاو معك للمرة الثالثة، تلاقينا معك في مخطط عمل الحكومة، تلاقينا معك في بيان السياسة العامة، وأنا نتلاقاو معك في بيان السياسة العامة الثاني. أنا يظهر لي الأرقام اللي راها جاية جبتوها لنا تختلف مع الواقع اللي راه يعيشه المواطن، ولو الأرقام تاعكم ربما صحيحة، لكنني أنا في بعض الأحيان شخصيا كنائب نشك فيها. نقول لك سيد الوزير الأول الحقيقة المرة اللي ربما بعض الإخوان النواب ما قدرش يقولوها لك، أنا نقولها لك، والله الجزائر اللي كو عايشين فيها انتم والجزائر اللي راه عايش فيها المواطن الجزائري ماهيش كيف كيف. المواطن الجزائري راه يعاني، المواطن الجزائري راه يسوفري،
هذه صراحة مرة في بلادنا. البرلماني بن عمر فوزي من التجمع الوطني الديمقراطي الأيرلندي من دائرة مغنية ولاية لمسان المنطقة الحدودية، وهو يخاطب الوزير الأول لأنه هناك جزائر مرتين، هناك جزائر تتحدثون عنها في نشرات الأخبار خصوصا الساعة الثامنة، ولكن هناك جزائر أخرى ربما استحى زملائي كأنه يقول بالنسبة لباقي النواب لا يتكلمون عن الأرقام الصحيحة، وبالتالي كأنه يشكك في الأرقام التي أعطاها الوزير الأول جبل صايغي هنا البرلماني، كأنه يواجه وزير الأول يقول له لا الأرقام التي لديك هناك تناقض كبير مع ما نعيشه نحن في الشارع. فماذا يمكن أن نعلق على هذه المداخلة وما جاء فيها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية ليك أخي عثمان ولضيفك الكريم الشيخ كمال جمازي. شكرا لك. ولكل مشاهدي قناة المغاربية ولكل سجناء الحراك، وأترحم بهذه المناسبة على كل شهداء غزة التي تدافع على شرف هذه الأمة بأسرها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم في عداد شهدائه مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، في الحقيقة قانون المالية أو سياسة هذه الحكومة بصفة عامة أو سياسة هذا النظام بصفة عامة يعني هي سياسة بريكولاج نعرفه. ولماذا؟ لماذا سياسة بريكولاج؟ وربما قلنا هذا الكلام في السنوات الخالية كل يعني 2020 2021 2022، وسنقوله أيضا في السنوات القادمة إن بقي هذا النظام. يعني لماذا؟ لأن هذا النظام بالبداية يفتقد إلى الشرعية السياسية التي هي عماد كل نظام وعماد كل حوكمة. إذا كان ما عندكش شرعية سياسية من طرف الشعب فأنت تفتقد للاستقرار الذي يمكنك من التخطيط للاقتصاد وللاجتماع ولكل ميادين الحياة. وبالتالي فعندما تفتقد للاستقرار فتفتقد للرؤية الواضحة، وعندما تفتقد الرؤية الواضحة فأنت تظل تخبط خبط عشواء، لا تبقى لك سوى سياسة البريكولاج أو سياسة ما يسموها سياسة رجال المطافر. يعني منين شعلت تمشي تحاول تطفيها وخلاص. يعني ولذلك هذا الأمر، هذا ميزة هذا النظام الجزائري، أصبحت من ميزاته أنه في كل سنة يحاول أن يرقع في بعض المجالات اللي ربما أكثر عليها كلام أو أكثر عليها الحس أو هناك مثلا تدهور معين أو كذا أو كذا إلى غير ذلك، لكن ليست له رؤية واضحة بحيث يستطيع أن يقلع بالاقتصاد، لأنه تبعه رئيس الوزراء يعني الوزير الأول أو الوزراء بحد ذاتهم عندما يتكلموا عن الإقلاع الاقتصادي. ماذا يعني الإقلاع الاقتصادي؟ ماذا نفهم الإقلاع الاقتصادي؟ هل هناك مجال معين؟ هل هناك مثلا الاقتصاد كلي؟ هل هناك مثلا في كل المجالات؟ هل هناك مثلا جانب معين تريدون التركيز عليه؟ هل هناك الفلاحة مثلا؟ هل هناك مثلا الصناعة؟ هل هناك مثلا ماذا، ما هو الإقلاع الاقتصادي؟ طيب جاب الله، ولكن ماذا عن ما وصفوه بنسب ربما قد تدعم القدرة الشرعية للمواطن؟ الحديث عن هذه النسب التي أضيفت للأجور، للمنح بالنسبة لذوي الحقوق، بالنسبة للمتقاعدين، بالنسبة للبطالين، ألا يندرج هذا في إطار تحسين القدرة الشرعية للمواطن الجزائري؟ اتفق معك وأنا أثمنه. يعني مش معناه أنا يكون قد يزيد دور للمواطن الجزائري أنا نفرح. أن كل زيادة تمشي في جيب المواطن الجزائري أو سكنة يعطوها الواحد جزائري أو يرفعون الغبن على جزائري مهما كان الأمر فأنا يسعدني هذا كثيرا. لكن هذا فن، وأنك تبني اقتصاد دولة شيء آخر تماما. لأنه عندما تبني شيء اقتصاد دولة سينتفع الجميع، سينتفع إلى جميع، وسيصبح هذا المواطن نفسه لا يشكو من الغلاء. لماذا؟ لأنه عنده مدخول يؤهله بأن يعيش عيشا كريما حتى ولو كانت يعني مثلا السلع غالية كما هي في العالم أجمع. السلع زادت أسعارها، زادت في العالم كله، لكن في العالم أو في بقية العالم هناك لا يشكون. لماذا؟ لأنه هناك قدرة شرائية مرتفعة، لأن الناس مدخول الناس في هذه الدول لا بأس به، يستطيعون أن يشتروا مثلا كل ما يلزمهم حتى بأسعار غالية. لكن اليوم في الجزائر عندما يكونش عمل،
مرتب الإنسان لا يجد عملا يقتات به أو يجد عمل يعني بالصالير المينيموم بالحد الأدنى. فكيفاش تقدر انت لما تزيد له مثلا 100,000 او 200,000 سنتيم او 300,000 سنتيم ماذا يفعل بها؟ فهمت؟ هذا هو الفرق. لذلك وجود رؤية واضحة واستقرار سياسي مهم جدا لأي إقراع اقتصادي. وللأسف هذا النظام هو عقدته أنه ليست له شرعية سياسية ويفتقد إلى هذه الاستقرار السياسي. وهذا ما قاله خبراء في الاقتصاد لنا في الحصص الماضية، من أنه حتى إضافة هذه المنح ولا تصعيد الأجور كحلول لا بأس بها، ولكن إلى متى؟ لا يمكن أن تعتمد عليها مطولا، خاصة وأن عائدات البلاد 99% إلا ما أقول 100% هي دوما تقريبا من المحروقات بترول وغاز، أما باقي المواد فهي ضئيلة جدا مقارنة بدول لنقدر نقول عليها دول اقتصادية. هذا ما قاله خبراء في الاقتصاد لحصصنا السابقة. الآن نتابع مشاهدينا ما قاله وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني عن الاقتصاد وكذلك عن الأمن الغذائي. ما يسمى العالم بصفة عامة هي في المجتمع ديفوس في شهر، هي مخرجات تاع مؤسسة ديفوس، يعني ديكلاراسيون اوفيسيال رسمية بأن الجزائر تحت قيادة سيد رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون لحقت على مستوى الأعلى بالنسبة لكل البلدان النامية. نو سون اريفي ان نيفو بالنسبة للأمن الغذائي، ما هو التوفير على مستوى التوفر مع مستوى الوطن. نو سون اريفي ان نيفو دي بي لي بلو ديفلوبي. ولاحظنا في بعض المرات ما واش صرا في بعض البلدان وين الناس يعني ما يلقاش واش يجيو، لي زيطالاج سون فيد اي تي فيد دون بوكو دو بي. وثانيا بالنسبه هذه اللي مخرجات تاع لو فوروم دو ديفوس اللي هو سي اون ريفيرونس مونديال يا دي شيف دي. لو دوزيام هذا سي لا بوبليكاسيون تاع لا اف او. لا اف او سلطه الضوء الاخضر على الجزائر بالنسبه لكل يعني بلدان افريقيا او البلدان العربيه. نحن في رائدة الترتيب بالنسبة للأمن الغذائي والأمن الغذائي. شيخ كمال مرأة كيفما قاله الوزير عبد الحافظ هني وزير الفلاحة حول أن الجزائر بلغت درجة من تأمين غذائها، ولكن بالنسبة للبنك العالمي البنك الدولي لديه أرقام خاصة بالاقتصاد الجزائري خلاف لما تقوله السلطة بين الفين والأخرى. حتى عبد المجيد تبون دوما أرقامه تتناقض مع أرقام المكتب المركزي للجمارك في الجزائر، لديهم أرقام وإحصاءات تختلف عن الأرقام والإحصاءات التي تكلم عن عبد المجيد تبون غير ما مرة في هذه اللقاءات الصحفية الأخيرة. هل ممكن أن نقول صحيح أن الجزائر آمنة غذائيا مثل ما يقول عبد الحفيظ هني وأنت موجود في الجزائر؟ وعلى كل حال كان النائب اللي بثيش يعني الفيديو تاع يعني يقول انكم تعيشون في الجزائر غير التي نعيش فيها نحن يعني. أيوة. هذا الكلام كان يقوله حتى أو يحيى لما يبدا يمد في الارقام ويمد في الاحصائيات وكذا، تقول الجزائر راه يعني خلاص يعني، ولكن المواطن راه عايش وضع اخر يعني. هو يتكلم على المنتدى ديفوس، هذا المنتدى العالمي الذي يقع يعني كل سنه، ويعني الذي يعني حسب رايه انه الجزائر هي الاولى بالنسبه للدول الناميه في النمو وفي التطور وفي وحتى بالنسبه للكلام على الفاو يعني هي المنظمه العالميه والفلاحة فود اند اجريكلتشر اورجانيزيشن، هذه المنظمه اللي تابعه للامم المتحده، يحسبوا ان الجزائر يعني راهي يعني بالنسبه للدول العربيه راهي الاولى. وهذا الكلام يعني ما الفائده منه اذا كان الوضع نتاع المعيشه اليومي لما نشوف الاقتصاد بالنسبه للمؤشرات تاع الانتاج وحتى الارقام كما تفضلت يعني بين الارقام اللي مدها الوناس الديوان تاع الاحصاء وتاع الجمارك تصيب ارقام متضاربه فيما بين بعضها البعض، فمن تصدق يعني بالنسبه. ولكن نحن نرجع دائما للواقع لانه هذه الطريقه البيروقراطيه تاع الارقام تاع تقديم الارقام
كان يستعملها ويحيى وكان يستعملها سلال وكان وهذه في الحقيقه لما يقول لك مثلا راح نديروا 250 الف سكن مثلا يعني تملك 4 مليون سكن هذا رقم كبير ولكن الشعب الجزائري الذي ازمه السكن تتراكم منذ سنين يعني منذ سنوات من وقت بومدين وحتى عهد الشاذلي بن جديد واستمرت يعني في التسعينيات دائما كاين يعني قدمت سكن الناس هناك يعني عدد كبير من الذي ينتظر السكن وحتى بالنسبه للاجور هناك سنوات كثيره حتى في عهد بوتفليقه ما كانش هناك زياده في الاجور ولا والاسعار نتاع المواد التي الشيخ كمال هناك من يقول الشيخ كمال انه فعلا الجزائر مؤهله لتامين غذائها نعم ويستندون إلى العصور التاريخية في عهد الاستعمار كانت الجزائر هي مطمرة القمح لا يمكن أن ننكر ذلك الجزائر كانت تصدر القمح والحبوب بصفة عامة ليس فقط لفرنسا بل لأوروبا إذن العيب ليست في الأرض هي الأرض نفسها في الأربعينات قبل الثورة وأثناء الثورة كانت هذه الأرض هي التي تنتج هذه المنتجات الزراعية ولكن الآن الأرض هي نفسها إذن خلل يقول الخبراء أنه في السياسات الاقتصادية ثم يقولون لو كانت رد على الوزير شيخ كمال هل فعلا الجزائر آمنة غذائيا إذا كانت كذلك لماذا تستورد البقوليات ليتكلم عليها عند مجيد تبون وماذا عن هذه الطوابير عن اللوبيا والحمص وما شكل ذلك في كثير من المدن هذا يناقض ما قاله الوزير الآن ليس كذلك نعم طبعا طبعا السياسة تبون يعني مؤخرا هو منع الاستيراد ولكن لما منعوا الاستيراد أو ضايقوا على الاستيراد وقعت كوارث يعني صرنا الآن نتكلم على استيراد السيارات واستيراد اللحوم واستيراد الدجاج واستيراد البقوليات ومن الآن رم يتكلموا على التحضير لشهر رمضان لازم تكون الاستيراد حتى يكون ضمان يعني لتوفر المواد وما إلى ذلك وهذا دليل يعني كما تفضلت يعني فرنسا علاش استعمرتنا لأنه كنا نصدر الحبوب والقمح وكذا لجميع أوروبا وحتى في وقت الاستعمار الفرنسي كانت فرنسا تدي الخرفان من الجزائر وتدي البرتقال من الجزائر والأعناب وكثير من المواد كلها يعني سلة الغذاء الفرنسية كانت من الجزائر فالمشكلة هي مشكلة التسيير يعني مشكلة التسيير سياسات بين ألمانيا زمان كانت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية واحدة تعرف التسيير والأخرى ما تعرفش المشكل في التسيير وفي النظام البيروقراطي وفي منع الحريات هذه الحريات التي تمنع الإبداع وتمنع يعني تقيد العمل والعصابات والمافيا وما إلى ذلك الذي لا يمكن أن الإنسان يعني يبدع أو يقدم يعني الشيء اللي يسعى في تقدم الجزائر يعني. إذن نعم نكمل النقاش بعد هذا الفصل. ولامتصاص الغضب مشاهدينا قد يظهر هذا الغضب في الشارع الجزائري خوفا من جبهة اجتماعية على صفيح ساخن يوما ما قد تكون هناك انتفاضة ولما لا من قبل المواطنين مثل ما حدث السنوات الماضية نذكر كلنا انتفاضة الزيت هذا سميت في الساعة 2011 ولكن لتفادي كل ذلك السلطات أقرت مشروعا كان مشروع قانون الآن صار قانون رسميا وصدر في عبر مرسوم في الجريدة الرسمية ما مفاد هذا المرسوم هو أنه حوالي 12 قطاعا اقتصاديا يمنعوا منعا باتا الإضراب فيها كمثال التربية والتكوين التعليم بصفة عامة العدالة الأمن وغيرها من القطاعات وهنا تساؤلات رأها كثيرون مشروعة حول الذي صدر الأصل فيها والمشرع هو الذي يحدد هذه القطاعات قال لنا عبد الله هبول القاضي في حصة سابقة وليس السلطة التنفيذية بمعنى لا يمكن أن تضرب عن العمل إلا بشروط قاسية بل هنالك انعدام لهذا الشرط زمان هنالك ترخيص وإذن الآن ألغي ذلك كله بسبب هذا الإجراء القانوني نتابع هذا التقرير الجرافيكي ثم نعود للنقاش
الحكومة تقر مرسوما جديدا يفرض قيودا على الإضرابات في 11 قطاعا. الأمر يتعلق بقطاعات العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والفلاحة والدفاع والأمن. هذه القطاعات سماها النص الحكومي بقطاعات استراتيجية وحساسة من حيث السيادة وذات أهمية حيوية للأمة. وزير العمل برر مراجعة المرسوم لكثرة الإضرابات المخالفة للتشريعات والخسائر المالية، نافياً أن يكون تضييقاً أو عرقلة للحق في الإضراب. استهجان واستنكار واسع لنقابات في قطاعات عدة رأت أن الإجراء يحكم الإقفال على حقوق يكفلها الدستور الجزائري. يحدث هذا بعد أسابيع قليلة مضت على زيارة المقرر الأممي المختص في الحق في التجمع، والذي أوصى باحترام الأصوات الناقدة وتوفير الفضاء الحر لها لبناء ديمقراطية أي بلد. تبون أكد في مناسبات عدة احترام حرية التعبير والنقد، لكن القوانين التي تبعت الدستور ترجمت بأنها ضيقت على النشاط الحقوقي والنقابي. سبق لـ30 نقابة الاحتجاج بشدة عندما كشفت حكومة أيمن بن عبد الرحمن عن الإجراء خلال شهر أبريل الماضي. إذن هذا المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية حديثا وتناول مسألة الإضراب، ممنوع الإضراب في هذه القطعة 12 قطعا. لكن علينا أن نعود قرنين للوراء لنتابع ما قاله عبد المجيد تبون حول الحق في الإضراب. ماذا قال عن هذا الحق؟ حق الإضراب، قلنا حق الإضراب حق مضمون دستوريا، قرأ الدستور يضمن لك الإضراب تاعك. ولكن الإضراب باش يصوني التليفون تاعك على 10 تاع الصباح وتلقى اوني اون غراف ابارتير دو ماتنو، عايشين في أدغال ولا عايشين في؟ إضراب عنده قوانينه وإعلان ومحاولة تاع الصلح وإلى آخره إلى آخره باش فوت. استاذ جاب الله، ما رايك استاذ جاب الله فيما قاله عبد المجيد تبون؟ هذا في من جانب، ولكن الجانب الثاني اللي هو اهم الان صار على كل لسان خاصه السنه النقابيين بخصوص المنع من الاضراب وهو حق دستوري، ولكن السلطات افتت لنفسها ثم شرعت ذلك على اساس انه لا يمكن لاي نقابه تضرب عن العمل في القطاعات، حوالي 12 قطاعا بالضبط ذكرت في المرسوم. لو سمحت لي أخي عثمان ممكن نأخذ 10 ثواني فقط على مسألة الأمن الغذائي، لأنه نقول للجزائريين يقدروا أي واحد يروح لجوجل ويكتب الأمن الغذائي وش هو التعريف. أيوة. وش يقول لك جوجل في الأمن الغذائي اللي تكلم عليه هذا الوزير؟ وزير الفلاح. هذا مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في عام 1996 من هذا التعريف وش هو؟ بأنه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس في جميع الأوقات بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية. هذا هو تعريف الأمن الغذائي اللي كان يتكلم عليه الوزير، لأنه عدد صغير الناس ما تقدرش تشتريه. الآن سؤالك أخي عثمان، أيوة، مسألة النقابة أولا، يعني إذا كان حبينا نتكلم بصفة عامة هذا يدخل في إطار السياسة القمعية التي ينتهجها هذا النظام وتكميم الأفواه وغير ذلك. يعني هذه السياسة انتهجها يعني فيما بعد الحراك، يعني معناها تبون، يعني بعد الحراك هو تبون، لو كان واحد آخر نقول واحد آخر، لكن جاء تبون بعد الحراك. ولذلك كان النهج تاع النظام هو القمع، هو تكميم الأفواه، هو إسكات أي صوت آخر يخالف صوت السلطة. ومن ثم النقابات يعني على كل ما يقال عنها يعني وعلى كل يعني العراقيل التي مثلا تتلقاها في 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 عملها وفي كذا، لكن رغم ذلك ما قبلش هذا النظام حتى هذه الأصوات الخافتة التي قلما نسمعها باش يسمعوا. ولذلك هو وضع هذه القوانين. ولكن جاب الله، ما رأيك في حجة السلطة مثل ما كنت استمع عند مجيد تبون يقول لك هناك فوضى؟ نعم. كل قطاع هناك عديد النقابات، التعليم مثلا فيه نقابات عديدة، لماذا ليست نقابة واحدة؟ وبالتالي نحن نشرع لكي ننظم القطاعات هذه الاقتصادية. هذا كلام غير صحيح وعذر أقبح من ذنب. لماذا؟ أنا كنت في الجزائر وكنت
في نقابة في وقت معين، والعمل النقابي يعني له قوانينه منذ استقلال الجزائر مش من اليوم. هناك أرمادة تاع قانون كيفاش يجي الإضراب، كيفاش تعطي الإشعار بالإضراب قبل 15 يوم أو قبل مثلا شهر، قبل 21 يوم، وبعد ذلك مثلا تلتقي بالمستخدم، وبعد ذلك تتفاوض، وبعد ذلك مثلا تأخذ إجراءات، وربما هناك هذه القوانين موجودة منذ الاستقلال مش من اليوم. لكن المسألة أنه في النهاية لما مثلا ما يكونش هناك يعني حل بين المستخدم والمستخدم، هنا يلجأ النقابات إلى الإضراب، وهذا هو المنصوص عليه دستوريا، وهذا هو منطق الأشياء. لكن هذا النظام كما قلت هو لا يريد أن يسمع صوتا آخر، وبالتالي حتى هذا الجزء البسيط اللي من حق الشعب ومن حق النقابات أنه يمارسوه إباء ما عادش يمارسوه لماذا؟ لأنه هذا بالنسبة يعني الإضراب وش معناه؟ معناه هو ضغط، يعني معناه هو معناه يعني قوة مقابلة لقوة السلطة، هي سلطة مقابلة قوة حتى يعرف التوازن. لكن هذا النظام يرفض التوازن، هو يريد صوته فقط ويريد أوامره فقط، وبالتالي يكذبون علانية. يعني مش المسألة مثلا قوانين كما قلت المنظمة للإضرابات أو للاحتجاجات هي موجودة ومفصلة، وكاين مفتشات العمل، وكاين كما يوقع خلاف مثلا مع المستخدم وين تروح وبعد وقبل إلى آخره، كل هذا موجود. لكن رغم ذلك هم يدوسون على كل شيء ويقررون لوحدهم دون استشارة النقابات، دون استشارة الشعب، دون أي استشارة، ومن ثم يقرر وحدهم. لماذا؟ لأنهم يرفضون سماع أي صوت. قالك احنا هنا نديروا واش تحب انتم، ما قلتوا في الحراك البلاد بلادنا ونديروا رأينا، أي بقى قالوا لكم انتم في المقابل هذا النظام موجود، النظام عسكري، نظام ديكتاتوري، نظام لا يعترف بالرأي الآخر، احنا موجودين وانتم عليكم تسمعوا وتسكتوا. هذا هو منطق النظام. طيب. منطق غريب جدا. وبعد ذلك تسأل عن مثلا عن إقلاع اقتصادي أو إقلاع، بماذا تقلع اقتصاديا؟ هل تريد إقلاع دون عمال؟ هل تريد إقلاع دون مثلا يد عاملة؟ هل تريد إقلاع دون شعب؟ حقوق. هل تريد إقلاع مثلا هكذا تسمى شكون راح يخدمك الإقلاع؟ الإقلاع الاقتصادي يأتي بتضامن جميع الفئات العاملة في الميدان، ويأتي برضا الجميع. هنا يكون اقلاع اقتصادي، وتكون هناك تنمية، وتكون هناك مثلا يعني كل شيء. لكن نعم. أن تعتمد الصوت الواحد وترفض الصوت الآخر ولا تسمع إلا لنفسك أو لصوتك، نعم. فلا يكون إقلاع اقتصادي، ولا يكون إقلاع سياسي، ولا يكون إقلاع اجتماعي، ولا يكون حد شيء. وهذا النظام نعم جاب الله البلاد الهاوية. نعم جاب الله. وقد أكد لنا أحد النقابيين مسعود بوديبة، وهو نقابي تربوي في قطاع التعليم، قال أبدا لم نستشر، لا نحن ولا إطارات النقابات المختلفة في الصحة، في التكوين، في العمل، أبدا الحكومة هي التي اتخذت هذا المشروع ثم قننته لوحدها وخلصت إلى تقنينه بصفة رسمية، ولذلك النقابات خارج الإطار، ما عليها إلا أن تطبق وأن لا تضرب أبدا في هذه القطاع الاثنى عشر. إذن الآن من محور النقابات والاقتصاد ننتقل إلى محور أو المحور الحقوقي. المحور الحقوقي الآن مشاهدينا، لما نتكلم محور حقوقي، وقد عودنا مشاهدينا دوما أننا نتكلم عن حقوق الإنسان، عن مصادر الحقوق والحريات الأساسية على رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة خصوصا. ولعل زيارة المبعوث الأممي أو المقرر الأممي للجزائر الشهر الماضي هي نموذج صارخ على ما تعانيه أو يعانيه المجتمع المدني في الجزائر من تضييق ورقبة مشددة ناهيك عن الاعتقالات. ولذلك نحن لجأنا إلى المحور الحقوقي من جزائر
جديد لنتكلم عما قيل أنه تجاوزات ومصادرة للحقوق مثل ما جرى لإبراهيم العلامي الذي تم تأييد الحكم السابق له 5 سنوات سجنا، بالإضافة إلى استمرار حكم 8 أشهر للصحفي مصطفى بن جامع، ثم الحديث أيضا عن 16 ناشطا سياسيا ينتمون لمجلس إطراعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وفي هذا الإطار شيخ كمال أريد رأيك حول ما جرى ل 16 ناشطا سياسيا من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لجنة أو غرفة الاتهام، دعني أحدد المصطلح، غرفة الاتهام أيدت قرار وكيل الجمهورية السابق بإيداعهم السجن المؤقت. نعم، هذا السجن وهذا السجن الإخوة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ 16 هو يدخل في هذا السياق، سياق التضييق على الحريات، سياق تكميم الأفواه، سياق إعطاء جو من الترهيب، لأنه وهو يشبه يعني فترة التسعينيات، لأنه في التسعينيات بعد الانقلاب على الانتخابات والانقلاب على الرئيس شادلي بن جديد في 92 النظام فتح أبواب السجون والمعتقلات، وكما كنت أتكلم الآن على النقابات يعني تراجع على كل الحريات التي افتكها الشعب الجزائري في بعد أحداث أكتوبر 88. نفس الشيء لما خرج الشعب الجزائري في الحراك وأزاح بوتفليقة وأزاح جزء من عصابة بوتفليقة، فنشوفوا كيفاش الآن هذا الجو تاع تغيير قانون النقابات وقانون المحاماة وقوانين أخرى كلها تأتي في إطار التراجع على المكتسبات. بالنسبة لهؤلاء الأخوة، ما هو الرابط الذي يجمعهم هو انتمائهم للجبهة الإسلامية للإنقاذ. الجبهة الإسلامية للإنقاذ حزب معتمد، اعتمد وخرج الاعتماد في الجريدة الرسمية في 6 سبتمبر 1989. هؤلاء الإخوة كانوا ناشطين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الكثير منهم منتخب، كما ابن حجر منتخب في انتخابات الشرعية تاع 91، بالنسبة لأحمد الزاوي كذلك منتخب في عين بنيان، هناك رئيس بلدية كما الأخ تاع البليلة تاع أبو قرة مولود حمزي، هناك يعني أغلبهم من المنتخبين، يعني الرابط الوحيد بينهم هو انتمائهم للجبهة الإسلامية للإنقاذ. وطبعا هؤلاء يعني كيفاش يكون واحد من تلمسان، واحد من البليلة، واحد من الطارف، أكيد هؤلاء لم يجتمعوا على يعني هذا ما مش عصابة ولا ناس تاع إجرام، هو هؤلاء ناشطين سياسيين تعارفوا من قبل 30 سنة، وحتى المعتقلات التي فتحها النظام في التسعينيات جمعت الكثير من الناس والكثير من الإخوة الذين لم يكونوا ما كانوش يعرفوا بعضهم بعض، فهذه الرابطة واستمرت هذه التواصل واستمر في إطار يعني النشاط السياسي، وبكل يعني لأنه إذا كان السبب هو البيان الذي نشروه وقد بثيتموه يعني في المغاربية وطلع عليه الكثير وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فيه ما يضر يعني هو كلام يعني آراء كما الآراء التي تنشر في شيخ كمال. نعم، دعني أسأل المحامي رجل القانون ربما يفيدنا في قراءة قانونية ثم أعود إليك. أرحب مشاهدينا وضمان محمد لمين بن دحمان المحامي ناشط حقوقي معنا من تلمسان غربية الجزائر. أستاذ، ما رأيك في قراءة قانونية لهذا الإجراء أو هذا القرار؟ غرفة الاتهام أكدت أو أيدت ما ذهب إليه وكيل الجمهورية أنه لابد من السجن المؤقت أو الإيداع كما نقول ل16 ناشطا سياسيين. شيخ كمال كان يتكلم وأنت تستمع لي، قال هم أصدروا بيانا كباقي البيانات كباقي الأحزاب، ليس فيه شيء يدل على العنف أو شيء من هذا القبيل، أكدوا فيه على السلمية، وها هم الآن وجدوا أنفسهم متهمين بتوابع وتداعيات المادة 87 مكرر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. مرحبا أستاذ. سعيد جدا بالتواجد معكم مجددا يعني بعد انقطاع سنة ونصف، يعني وأغتنم الفرصة لكي أقوم بتعزية الشعب الفلسطيني وأدعو له بالثبات والنصر إن شاء الله. أكثر من ذلك كذلك أريد أن أشكر قناة المغاربية قناة الشعب التي وقفت معي في قضيتي
التي تم توقيفي فيها عن العمل جراء دفاعي عن الحقوق والحريات وعن معتقلي الرأي قبل سنة ونصف. يعني قناة مغاربية كانت قناة وقفت معنا وقامت بتغطية قضيتنا كما ينبغي، لم أتمكن من يعني التكلم فيها أو تقديم الشكر لموظفيها ولهذه القناة. اليوم أغتنم الفرصة لكي أشكركم جزيل الشكر وأقول لكم شكرا جزيلا على وقوفكم معنا وعلى وقوفكم إلى جانب الشعب الجزائري. هذا واجبنا، شكرا لك أستاذ. ربي يحفظكم أخي. فيما يخص يعني اعتقال 16 ناشط من قدماء الفيس، يعني كلنا كما تقدم الشيخ كمال بأنهم قاموا ببيان سياسي. أيوة. يعني والدستور الجزائري 2020 المعمول به حاليا في مادته 56 لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في الانتخاب أو المنتخب، والمادة 57 كذلك منه تعطي حق لإنشاء الحزب بمجرد التصريح والحق مضمون. يعني حرية السياسة مضمونة، وهؤلاء هم نشطاء سياسيين قاموا ببيان سياسي يشرحون فيه الوضع الذي تمر به الجزائر، وأعطوا حلول وأعطوا كذلك يعني استعدادهم للمساعدة. ذكروا في البيان، أنا طلعت على البيان، أنهم لم يذكروا بأنهم يريدون السلطة أو يريدون أن يأخذوا، ذكروا بأنهم يريدون المساعدة في إيجاد حلول للمشاكل الموجودة في الوطن حاليا التي يعرفها كل واحد فينا. يعني العهدة سياسية للرئيس على مشارف الانتهاء. إذا كان السياسيين أو أي نشطاء سياسيين لا يأتون بالحلول في هذا الوقت بالذات، ما هو الوقت الذي يأتوا بالحلول فيه؟ يعني تم مقابلتهم بقمع وتم مصادرة هذه الحرية السياسية المكفولة دستوريا. يعني تم متابعتهم بتهم المساس بوحدة الوطن، تم إيداعهم السجن من طرف قاضي التحقيق، ثم تم استئناف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام وتم تأييدها. كان لدي اتصال مع أحد المعتقلين هنا من تينمسان من مدينة مغنية، هو بن عيسى. هو من هو تم إيداعه كذلك. تم اتصال بعائلته، اتصلت بي يعني وشرحت لي المعاناة تاع هذه العائلة. نحن نعرف كلنا بأن الفيس يعني أصغر مناضل في الفيس الآن يبلغ 65 سنة حوالي. يعني كل هؤلاء المناضلين هم كبار في السن. صحيح. يعني ما هو الخطر الذي يشكلونه؟ ما هو الخطر الذي يشكلونه؟ كبيرهم يقارب 80 سنة. يعني هذو الناس إذا كان أبدوا يعني حبهم للوطن، أبدوا يعني عاطفتهم اتجاه هذه المشاكل التي يعاني منها الشعب الجزائري، يعني هنا تشوف لأنه هؤلاء الناس يتمتعوا بضمير حقيقي فعلا، أنهم لم يتركوا النضال السياسي ولم وعندهم إيمان ب يعني رسالة التي يؤدونها. يعني مهما طال بهم السن قاموا بمبادرة، لكن هذه المبادرة كما ترى أخي قوبلت بالقمع. القمع هذا الذي تم تقنينه بموجب قوانين، بموجب المادة 87 مكرر، بموجب عدة مواد، مادة 97 يعني ما زال. وهنا أستاذ استحضر زيارة المقرر الأممي للجزائر، وكذلك حتى في لقائه الأخير الصحفي انفردت المغاربية بهذا اللقاء، قال أن المادة 87 وبعض القوانين هذه عف عليها الزمن، كيف بالسلطات الجزائرية ما تزال تستعملها كنقطة انطلاق لعقاب أو لمعاقبة ناشطين سياسيين مدنيين لا أكثر ولا أقل. هو وضع هذا الملاحظة، بالإضافة إلى أنه قال أنا وجدت الجزائريين لما كنت هناك متعطشين للديمقراطية، ولكن رغم ذلك ترى أن هذه الآلة ما تزال تشتغل، ما تزال تتحرك. القضاء يستعملونه مثل ما يقول كثير من الحقوقيين، يستعملون هذا القضاء في تكميم الأفواه والمزيد من الاعتقالات وما إلى ذلك.
نعم 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 أستاذي، يعني القمع تم تقنينه بموجب هذه المواد 87 المكرر، يعني التي في يواجه صاحبها تهم إرهاب. يعني بالله عليكم، المقرر الأممي يعني ومجيئه للجزائر ومقابلته لعدة حقوقيين، ونحن شخصيا كنا قد قابلناه، يعني كنا هذه المادة 87 مكرر لا تنطبق عليها تعريف الإرهاب المعروف دوليا والمطابق للقوانين الدولية. يعني بالله عليكم، مجرد رأي يتم تصنيفه كعمل إرهابي أو مجرد بيان سياسي، يعني أن نشوف خاتمة هذا البيان السياسي يقول أننا لا نطمع في مناصب سياسية أو لا نطمع في أي شيء، مع أنهم لديهم الحق في إنشاء نعم. أحزاب سياسية. يعني لا يمكن التبرير أو التدرع بالحكم بحل جبهة الإسلامية للإنقاذ منذ 30 سنة. احنا في القانون الجزائري لدينا إعادة الاعتبار القانوني، إعادة الاعتبار القضائي للأشخاص، مع أن ذلك الحكم منافي للدستور والحقوق العامة. لا، لكن حاليا وبخروج الدستور 2020 التمسنا تغيير نوعا ما من الحريات، لكن لا تزال الحريات مصادرة. ولكن أستاذ الآن ما هي الرسالة في رأيك أنت؟ ما هي الرسالة اختصارا فقط للوقت يداهمنا؟ ماذا تريد السلطات بهذه التصرفات؟ بعض الحقوقيين عائلات هؤلاء المساجين يرونها سياسة قمعية تستمر بها السلطات لتجاوز كل الحقوق والحريات التي تكلمت عنها منظمات حقوقية وراسلت السلطات عبر بيانات عديدة. يعني لو عودنا خلني للوراء، في رأيك أنت ماذا تريد السلطات بهذه العقوبات، بهذه الممارسات وما إلى ذلك؟ يعني الشيء له واضح، تريد يعني مصادرة الحريات، تريد مصادرة الحريات والحقوق عن طريق التقنين، يعني وعن طريق القانون وعن طريق القضاء، وهذا ما نحن ننادي به دائما كحقوقيين. اتركوا العدالة مستقلة، استقلالية العدالة. يعني مؤخرا شفنا قانون منع الإضرابات، القضاة من الناس الذين منعون الإضراب. يعني كيفاش تمنع القضاة من الإضراب؟ يعني هذا حق دستوري كذلك، حق الإضراب. لا يمكن أن يكون قانون خاص منافي للدستور، يمكن الطعن بعدم الدستورية في هذه القوانين كلها التي تم تقديمها مؤخرا. يعني الرسالة السلطات لها واضحة، وهي مصادرة الحريات ومنع أي صوت بقول كلمة الحق أو بممارسة سياسية سليمة، وممارسة سياسية يعني تزهر هذا البلد. طيب، وتطوره. جاب الله سايغي، ما رأيك جاب الله سايغي فيما يجري؟ هناك كثير من الناشطين الحقوقيين يرون أنه هذا استمرار، يعني ليس هنالك هذا أمر، مش أمر جديد، يعني استمرار للسلطة في هذا الخيار الذي اختارته هو الآلة القمعية لا أكثر. ما قيل عن 16 ناشط سياسي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو مجلس إطارة الجبهة، يقال أيضا عن إبراهيم الإعلامي اللي هو 5 سنوات تأييد الحكم السابق، بالإضافة على التضييق على الصحفيين وما إلى ذلك. فكيف وجدت ذلك يا جاب الله سايغي؟ بالنسبة لمسألة مصادرة الحريات والسياسة القمعية، هذه مسألة كما ذكرت من قبل، وهي الآن أصبحت يعني من المعلوم من الدين بالضرورة في الجزائر، ومسألة لا يناقش فيها اثنان يعني واعيان أبدا، هي سياسة معتمدة من طرف النظام. لكن لماذا؟ السؤال، لماذا النظام يعتمد هذه السياسة القمعية؟ أنا في رأيي أن هذا النظام يعتمد هذه السياسة القمعية لسببين: أولا لأنه ضعيف، وثانيا لأنه خائف. ضعيف لماذا؟ لأنه يفتقد إلى شرعية سياسية، يفتقد إلى شرعية شعبية تؤهله بأن يحكم من موقع قوة، وبالتالي فهو يعني يدرك تماما أنه نظام لا شرعية له ولا شعبية له، وبالتالي يعني يقدر الشعب ينوض عليه في أي وقت ويسقطه، ومن ثم يربع المشكل الثاني وهو الخوف. أصبح خائفا من كل شيء، من كل شيء سواء كان قريب أو بعيد. ما تنساش بلي إذا كان كنت في الداخل تسجن، وإذا كنت في الخارج لا تستطيع الدخول.
هذه المسألة ربما ما يعرفهاش كثير من الناس، وبالتالي هو لماذا؟ لأنه خائف. وهذا ما علق عليه المقرر الأممي، قال إيليا دو لا بير اون الجيري، هنالك الخوف في الجزائر، هكذا قال لمسته في زيارة الجزائر وهو يتحدث مع نقابيين وصحفيين وحقوقيين، قال لمست ذلك من ألسنتهم، هناك خوف في الجزائر. نعم، الخوف الذي تكلم عنه المقرر الأممي بالتأكيد هو خوف الجزائريين من القمع، هذا بالتأكيد، لأنه أصبحت اليوم دير بوست على فيسبوك تدخل الحبس، أصبحت دير جام تدخل الحبس، أصبحت دير بيان كما داروا الإخوة تاع الفيس تدخل الحبس، أصبح مثلا تتكلم أو تمشي في مسيرة تدخل الحبس، فهذا خوف. لكن أنا أتكلم عن خوف النظام، النظام خائف من الشعب، النظام اليوم خائف من الشعب. لماذا؟ لأنه ضعيف، وبالتالي لو كان جاك النظام قوي يتمتع بشرعية شعبية ويتمتع بسياسة واضحة مستقرة ما يخافش من الشعب أبدا، بالعكس لأن الأغلبية تاع الشعب معه، وإذا كانت هناك أقلية معارضة فمرحبا بها، ما يخافش من مجموعة من الناس داروا بيان سواء كانوا نتفقوا معهم ولا ما نتفقوش، البيان صحيح ولا غلط، شيء يتكلموا فيه صح ولا ما يهمش، لأنه من حقه عنده الحق باش يعبر على رأيه في أمر معين سواء كان سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو غير ذلك، فما الضرر؟ أو ربما أنا نكتب بوست على فيسبوك ولا ندير مثلا فيديو ولا كذا ننتقد فيه سياسة معينة أو أمر معين، مش شرط أن يكون صحيح، لكن هذا رأيي ومن حقي أن أبديه. نعم، ومن حقي أن أعطيه كجزائري، فهو مضمون دستوريا. لماذا النظام أصبح يخاف من أي شيء؟ وهو سؤال مشروع. لأنه ضعيف. نعم جبل، وهو سؤال يراه كثيرون مشروعا فعلا. بقيت لي 5 دقائق وأريد أن أقسمها مع بين شيخ كمال وأستاذ محمد لامين. ماذا تقول سيد كمال قبل أن أعود للمحامي حول المحور الحقوقي باختصار رجاء؟ أكيد أن هذه السياسة يعني منتهجة ينتهجها النظام يعني بعد خروج الشعب يعني في 22 في نعم اقتصادية ومقبل على الانتخابات، ويعني يرفض الصوت المخالف مهما كان صوت السياسيين وأي جهة تعارض. لا أريكم بالنسبة، نحن دائما ننافع سواء محل قاسمي أو ابراهيم العلاس أو القاضي إحسان أو حكيم الصباحي أو قامرة نايمسيت أو أي معتقل، لأن الانتقالات انتقالات سياسية كما قال خالد نزار يعني في التسعينيات، أمرت باعتقال عباس البغدادي، ثم يبقى التكييف القانوني هذا شيء في الخوف. وزير العدل الحالي قال يخاف مما يوقف أمام القاضي، ليست لديه ثقة يعني. نعم، لما يقول وتح توقف أمام القاضي يخاف. هذه بالنسبة لأولئك الإخوة يعني الذين كما تفضل المحامي مثلا عمره 70 سنة وله أمر كثيرة، محمد كذلك بدر الدين قرفة 70 سنة، محمد 70 سنة، يعني أكثر يعني ظروف. أما ال 15 الآخرين كلهم نعم شيخ كمال 60 سنة بين 70 سنة، يعني كما قال المحامي الأمس قال يعني لما مرت إلى غرفة الاتهام كنا نتوقع على اقتراح البعض ويكون إفراج مؤقت ورقابة قضائية وشي من هذا يعني، فتفاجأنا أنه في 16 السجن، هذا في الحقيقة شيء يعني نعم يعني في الحقيقة كما تفضل المحامي هناك الكثير من الأسر التي تطارت يعني. إذا بدل من الرقابة القضائية شيخ كمال، الغرفة القضائية مباشرة أقرت أو أيدت الحكم الأول أو القرار الأول لوكيل الجمهورية. أستاذ محمد لامين أعود لك من جديد، القائمة مفتوحة مش فقط 16 ناشط سياسي، كذلك المبلغ عن الفساد في وهران، النيابة طلبت الإدانة له، كذلك 8 أشهر سجن نافذ لصحفي مصطفى بن جامع وتنتظره قضية أخرى وما إلى ذلك. هناك من يقول الحبل على الجرار، قائمة طويلة لمراقبة أو إسكات هذه الأصوات أو خاصة هؤلاء الناشطين الذين ينشطون في إطار المجتمع المدني. باختصار سيد محمد. نعم نعم أخي، يعني كما قلنا كما تفضلوا الضيوف المحترمين، نعم أزال يعني القمع هذا متواصل، يعني
مثل قضية الإعلامي 5 سنوات، مع أنه المتهم الثاني في تلك القضية قام بتبرئته وقام بالاعتراف أنه تعرض للتعذيب من أجل تورط الإعلامي، وما زالت قضية تلاحقه أخرى هنا يعني في مجلس قضاء عين تموشنت فيها الهجرة غير شرعية، مع كذلك مع معتقل آخر هذه مدة سنة وهو معتقل رياحي محمد المدعو السعيد، كذلك قضية إحسان قاضي الصحفي 5 يعني تم رفض طعنه بالنقد من قبل المحكمة العليا، يعني أين كذلك مصطفى بن جامع كما تفضلتم 8 أشهر حبس نافذة بمجرد يعني كتابته لموضوع على أميرة براوي بأنها قامت بمغادرة التراب الوطني. يعني كيف يكون يعني القانون والدستور يحمي الصحفي، لا يمكن يعني حق الصحفي في حماية والاستقلالية والسر المهني، ولا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. هذه هي المادة 54 من الدستور 2020 الذي جاء به يعني عبد المجيد تبون، هذا هو يعني الدستور الحالي المعمول به. كيف نقوم بمخالفة الدستور والحقوق الدستورية ومصادرتها وإيداع صحفيين السجن وعقوبتهم بعقوبات سالبة للحرية؟ يعني هذا غير ممكن. يعني كما تفضلتم المقرر الأممي لما أتى إلى الجزائر اتصل بوزير الاتصال وصرحه بهذه الحقائق. وزير الاتصال فعلا حتى وزير العدل تم الاتصال معه من طرف المقرر الأممي واعترف بوجود معتقلي الرأي. يعني بالله عليكم كيف لوزير العدل أن يعترف بوجود معتقلي الرأي وأنه فعلا تم إيداعهم السجون؟ شكرا لك سمع عبد الأمين، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك، وقت البرنامج انتهى، ولكن نعدك إن شاء الله أن تكون معنا في الأيام القليلة المقبلة. شكرا لك ولباقي ضيوفنا الذين شرفونا بإثراء النقاش لمحوري النقاش اليوم اللي هو المحور الاقتصادي ثم المحور الحقوقي. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.